السلام عليكم حبيباتي احبائي متتبعين قناة سارة التازي، كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والوصفة ديال اليوم متميزة ورائعة، واحد الكيكة ديال التفاح اللي كتجي غزالة وهشيشة وكتجي بنينة بزاف وكتحمر الوجه قدام الضيوف ديالكم وعائلتكم. وهانتوما كي كتشوفوا الطريفات ديال التفاح كتجي عامره بالطريفات ديال التفاح اللي كيجيو طايبين وكيجي تجي بنينه وكتجي غزاله، تقدموها هكا في الكوتي او لضيوفكم. وكنتمنى ان شاء الله طرقكم، وما تنسونيش بالاشتراكات وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وصفات تقليدية وعصرية، وصفات أوروبية ومغربية. وندوزو دابا المقادير بإذن الله. ندوزو دابا بمشيئة الله للمقادير. عندي هنايا كما كتشوفوا خليت واحد نص تفاحه باش نوريكم. انا عندي تفاحات كبار، المهم قطعته على هذا الشكل هذا. هانتوما لات غير طريفات صغار عشوائيا هكا كنقطعو باش يبقى نحسو بديك اللذه ديال التفاح في الكيكه. وعندي هنايا طاس ديال دانون كما كنقولو، واحد الياوغت اللي مستحب ديرو المسوس، وانا ما حضرش عندي المسوس، درت هذا بلافاني كيجي حتى هو غزال، ما فيهش الطروفه اللي ما يكونوش فيه الطروفه ديال الفاكهه. وغادي نعبر بالطاس دانون بالطاس ديال الياوغت، لو بو دو ياغورت نعبر به ثلاثه ديال العبرات ديال الطحين، ونعبر به جوج عبرات ديال سنيده ديال السكر هكا سمول. وعندي جوج بيضات كما كتشوفوا، جوج بيضات ها هما. وعندي خماره كما هي، وهذا اللوز مطحون كما كتشوفوا، البودغ داموند كما كتشوفوا. غنزيد واحد جوج معلقات، هذا كيبقى غير اختياري، الا ما عندكمش بلا ما ديروه كيبقى اختياري. وعندي نصف كاس ديال الزيت، وغادي ندير واحد طريطقه ديال الملحه كتشوفوا هاني غن الطاس ديال الياغورت، نحاول ما نخلي فيه حتى شويه، وغادي نحتفظ به لان غادي نحتاجو. وندوز ندير البيض ديالنا، نهرسو البيض بالطريقه البلديه، نخلط شويه، نزيد ديك النصف كاس ديال نعبروا هنايا باش تاكدوا بانه نصف ديال البو ديال الياغورت كان عندي معبور. وغادي نعبر فيه السكر، كما كتشوفوا هاني درت بودر السكر، نزيد ندير البوج جاوج، نخليو السكر لاصق باش تكون عندنا العبر نيشان حتى ديال الطحين. ندير العبر الجوجه ديال الطحين، نزيد العبره الثالثه هكا، من فوق الطحين غادي ندير هذيك لا ليفور شيميك، نزيد هاد شويه اللي عندي ديال اللوز، هذا كيبقى كما قلت لكم قبيلات اختياري، يعني ماشي غير انا بغيت نزيدو كيجي، ولكن كيجي غزال، في كيعطيها الهشه وكيعطيها اللذه ديالها.
من بعد نضيف التفاح، ودابا غادي ناخد هذه وغادي نخلط غير بشويه. واخا كتشوفوا ان التفاح كتير والعجينه قليله، غتشوفوا في الاخير راه كتجي ما تنضموش هاد الكاطو، هذا كيجي هشيش كيجي غزال. دابا ندير هاد القالب، هذا راني درت ليه الكاريط ديال بويسون ديال الطياب ديال الفران درتو، غادي نقطعو مع الجناب نحيدو كما كتشوفو. هانتوما كي كتشوفو دابا غادي ندهن بالزبده، ندهن شويه واخا هي راه ما كتلصقش، ندهن القعر ديال والجنيبات. ومن بعد غادي نخوي كما كتشوفوا، ها هي العجينه ديالنا غادي نخويها عادي هنايا. نسرحوها هكا، هانتوما كي كتجي هي بهذا القوام هذا. هانتوما كما كتشوفوا هاني درتو دابا على 180 درجه الكاطو، ها هو وجد الكاطو ديال التفاح. شوفوا تبارك الله كي محمره غزاله. هانتوما وما بقى لي غير نخرجها دابا من الفران. هانتوما حبيباتي هذه النتيجه النهائيه، شفتوا الكاطو ديالي كي جا روعه روعه، كيجي محمر وكيجي طايب من الداخل وهشيش، وكيعطيوه ديك الطريفات ديال التفاح اللي جاوا معمرينه من الداخل، كيعطيوه واحد اللذه وواحد البنه. وهانتوما كي كتشوفوا قدامكم الضيوف ديالي كلاو كلشي، ما خلاو حتى شويه، الدليل على ان هذا الكاطو كيجي رائع واقتصادي ورخيص، وما كيطلبش واحد الوقت ولا واحد المجهود كبير، يعني في واحد المده وجيزه.